استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر القضيبية هذا اليوم فخامة الرئيس ألكسندر فوتيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارة فخامته لمملكة البحرين. ولدى وصول فخامة الرئيس الصربي إلى قصر القضيبية جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامين الجمهوري الصربي والملكي البحريني. حرس الشرف، سلام جمهورية صربيا وسلام مملكة البحرين. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب،
وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأعضاء الوفد البحريني، فيما رحب جلالة الملك المفدى بأعضاء الوفد المرافق للرئيس الصربي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بفخامتكم ضيفا كريما وصديقا عزيزا لمملكة البحرين، وذلك بالنظر إلى ما يربط بلدينا الصديقين من علاقات طيبة، نتطلع معكم وبكل حماس نحو تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خدمة لمصالحنا المشتركة. إننا في مملكة البحرين نعتبر زيارتكم لبلادنا زيارة تاريخية قيمة نعتز بها، باعتباركم أول رئيس لجمهورية صربيا الصديقة نسعد بقدومه، وهو ما نعتبره مؤشراً هاماً على عمق روابطنا وعلاقاتنا القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل. فخامة الرئيس، إن زيارتكم لمملكة البحرين لهي خير فرصة بالنسبة لنا لتأسيس إطار ثابت للمشاورات السياسية والاستمرار التنسيق فيما بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي نتطلع لتفعيلها من خلال مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية في البلدين وما سينتج عنها من آليات عمل يتفق عليها بعون الله. وتمثل هذه الخطوة المباركة على طريق تعاوننا المثمر المناسبة المثالية للتباحث حول سبل عملنا المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي قطاعات السياحة والزراعة والاستثمار في الموارد الطبيعية بهدف تنمية مصالحنا المشتركة وتقوية مواقفنا الدولية لخير بلدينا وبالإسهام في رخاء العالم وسلامه. وختاماً، نكرر الترحيب بفخامتكم متمنين لكم إقامة طيبة وسعيدة في بلدكم الثاني مملكة البحرين، فأهلاً وسهلاً بكم ضيوفاً كراماً بيننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Your Majesty, allow me to extend to you my profound gratefulness and appreciation for your cordial welcoming words and warm reception which I was able to experience as of the first moment I had arrived to your beautiful and friendly country. The Kingdom of Bahrain is a country that is geographically far from Serbia, but a country that is close to our hearts and a country that provided unselfish and prompt support in moments of need by sending us significant amounts of medical assistance last January, and this is something that we will never forget. My visit to the Kingdom of Bahrain is an indicator of continuation of cherishing ties of friendship and good relations, but even beyond that, it is a window of numerous opportunities for cooperation to the prosperity and benefit of our two countries and our nations. We are committed and devoted to further deepening of political and economic relations between the Republic of Serbia and the Kingdom of Bahrain, and I am looking forward to fruitful discussions on various matters. Your Majesty, I avail myself of this opportunity to underline how honored and privileged I would be if you would accept my invitation to visit the Republic of Serbia,
and if I would be given the opportunity to host you in Belgrade, and that you, as a dear guest of our country, would be able to experience famous and traditional Serbian hospitality. Once these difficult and gloomy times, filled with uncertainties caused by the global COVID-19 pandemic, are behind us, I truly hope and believe that we'll be able to put in practice all the mechanisms we find appropriate and suitable for achieving common goals, but also for contributing to global good, prosperity, and well-being. Thank you once again for welcoming us to your beautiful country, and please accept, Your Majesty, the assurances of my highest consideration. بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس الصربي ألكسندر فوتيتشيتش، واستعرض جلالة الملك المفدى مع ضيف البلاد الكريم علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا، لا سيما في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والسياحة وآفاق تطويرها وتنميتها بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين الصديقين. كما تبادل جلالته وفخامة الرئيس الصربي وجهات النظر حول التطورات والمستجدات الراهنة إقليميا ودوليا، إلى جانب التطرق إلى مستجدات جائحة كورونا كوفيد-19 وجهود البلدين في التعامل مع هذه الجائحة واحتواء تداعياتها. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس الصربي والوفد المرافق، وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.